يمثل المرسوم الملكي السامي بشأن العقوبات والتدابير البديلة إضافة نوعية لسجل مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، إذ يعكس ما تليه المملكة من التزام وما تقدمه من مبادرات بناءة تسهم في حماية النسيج الاجتماعي ومساعدة من حاد عن الصواب في العودة والاندماج في المجتمع. يشكل المرسوم بقانون الصادر من لدن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بشأن العقوبات البديلة، والذي يجيز لوزارة الداخلية أن تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أن يستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها عقوبة بديلة أو أكثر، يشكل نقلة نوعية في المنظومة الإصلاحية تجعله بمثابة مشروع وطني حضاري، إذ يعكس مدى التقدم الحاصل في ملف حقوق الإنسان في مملكة البحرين والمشاريع الطموحة والمبادرات التي تعلي من قيم ومبادئ حقوق الإنسان. وفي هذا الإطار تم تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة على 30 محكوما وفق الضوابط القانونية المقررة. أشكر جلالة الملك وسمو ولي العهد على إتاحة الفرصة اللي حصلتها، ونصير إن شاء الله صالحين في المجتمع وننخرط ونكون زينين. صراحة شعور لا يوصف اليوم اللي صار كامل بعد سنتين من فراق أهلي، اليوم حضنتهم شعور لا يوصف صراحة. وأشكر جلالة الملك على اللي سواه، لأن الشيء اللي صار من قبل ما يتكرر، إن شاء الله ما يصير مرة ثانية. شكرا على هالفرصة السعيدة إن شاء الله. أشكر جلالة الملك ونحن إن شاء الله دوم ذكر إلى هذا الوطن. إن شاء الله. إن شاء الله. أشكر جلالة الملك على المكرمة الملكية ونحن دوم إن شاء الله في خدمة الوطن. والله شعور ما ينوصف. أشكر جلالة الملك على هذه المكرمة وإن شاء الله الفول للبعض. أنا اليوم مشتاق حق ربعي، حق حياتي القبلية، وأنا اليوم جلالة الملك ما قصر، أعطاني حياة جديدة. أشكر جلالة الملك على هالمكرمة الطيبة اللي أعطانا إياها ورجعنا لأهالينا إن شاء الله. وأشكر سمو ولي العهد رئيس الوزراء على هالدعم الطموح، وأشكر وزير الداخلية وجميع منتسبي وزارة الداخلية على هالجهود المبذولة اللي سووها لنا. وتعد حماية النسيج الاجتماعي واحدة من أهداف هذه المبادرات التي تسهم في مساعدة من حاد عن الصواب وارتكب مخالفات قانونية في العودة والمشاركة في مسيرته وتجاوز الظروف غير المواتية والاندماج في المجتمع. طبعا في بداية الأمر احنا نشكر صاحب الجلالة الملك على يعني هاي المبادرة، يعني بصراحة أثلجت صدورنا، يعني صراحة ما كنا متوقعين، يعني جتنا مفاجأة، يعني الحمد لله نشكر الملك على كل حال يعني. وبعدين يعني هذا لين عياله يعني في الأخير يعني فغلطوا وسامحهم، يعني إن شاء الله يعني إن شاء الله يكونون في أحسن حال يعني من قبل يعني. أول شيء أقول شكرا يا جلالة الملك ورئيس الوزراء، كل العائلة الحاكمة مشكورين وما قصرتوا، وجزاكم الله خير، رحم الله والديكم. اليوم فرحتي ما أقدر أوصفها صراحة. اليوم بحتضن ولدي بعد سنة وشهرين. نشكر جلالة الملك على عودة ولدنا لأحضاننا طبعا، وهو ملك الإنسانية، والله يطول بعمره وما قصر، عسى دخر للبحرين. اليوم انولدت من جديد، وابني أعتقد انولد بعد من جديد. هذه فرصة جديدة أنه يبتدي حياة جديدة، وحمد لله يقدر الحين نفس ما سمعنا يرجع إلى مقاعد الدراسة، يتفوق من جديد، وفرصة جديدة مليئة بالأحلام إن شاء الله. إن شاء الله كل أحلامه تتحقق. وشكرا جلالة الملك أن أتاح لنا هالفرصة أن نبتدي من جديد. نشكر جلالة الملك على إصدار هذا القانون اللي يفتح صفحة جديدة لعيالنا، ويعني ونرجو أن هذا المشروع يعم الكل عشان الفرحة تعم جميع أبناء البلد، كما نرجو من القائمين على هذا المشروع إتاحة فرصة جديدة إلى الأولاد بين استكمال دراساتهم وتسهيل عملياتهم أو المعاملات الحكومية، بحيث أن تتيسر كل الأمور وينفتح أفق جديد إلى الأولاد كلهم إن شاء الله. أنصح الولد طبعا الاهتمام بمستقبله من الألف إلى الياء،
هو ما شاء الله يعني هو كان في السجن أكمل دراسته الثانوية العامة في مركز ناصر للتدريب والتأهيل بامتياز مع مرتبة شرف، الحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله من الآن نشتغل على موضوع الدراسة الجامعية وإن شاء الله خير. هذه نعمة من جلالة الملك حمد، ما يعني ما قصر صراحة، يعني الحمد لله رب العالمين. عندنا احنا مو بس فرحة، عيد عندنا عيد وعمر ثاني. ومشكور الملك ما قصر وولي العهد، وبارك الله فيكم والطاقم كامل، ويعطيكم ألف صحة وعافية إن أنتم رجعتون عيالنا. أشكر جلالة الملك بن حمد آل خليفة المعظم، هو أبو الكبير والصغير، وجزاء الله ألف خير إن شاء الله. والله شعوري من الصبح البيت والأهل صراحة استأنسنا أزيد من اللازم، وفرحنا وسمعنا كلمة الملك قبل 3-4 أيام، وعلى طول يوميا نقرأ كل الأخبار. البارحة صدق ما نمت أقرأ كل الأسامي ما موجودة. الصبح سمعت من بعض الأخوان إن كتبوا اسمه ودوا إلى فحص الكورونا، والحمد لله رب العالمين. وهكذا تمضي وزارة الداخلية في جهودها لترسيخ معايير وقيم حقوق الإنسان من خلال دورها ومسؤولياتها في تنفيذ أحكام قانون العقوبات البديلة، باعتباره خطوة متقدمة وإحدى علامات دولة القانون والمؤسسات في إطار العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. فرحة رسمت على وجوه أهل المستفيدين من المرسوم الملكي للعقوبات والتدابير البديلة، والذي يعكس مدى تطور التشريعات القانونية واستباقيتها بين الدول لتكفل دمجهم بالمجتمع من جديد، لتؤدي إلى مصلحة المستفيد والمجتمع. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.